أنصحك بشيء، إذا خلوت بنفسك ولا أحد يراك قل يقينا لا إله إلا الله. كلما انفردت بنفسك ولا أحد يراك اجعل هذه الكلمة وديعة لك عند الله، واعلم أن قول لا إله إلا الله أكبر الحسنات، لا حسنة أكبر من قول لا إله إلا الله. وإذا سمعت أحدا مؤذنا صديقا داعية يقول لا إله إلا الله فحاول ما استطعت أن تكسر قلبك. الله لما ذكر أهل الفجور والكفر قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فمن كتب الله له لا يستكبر عند هذه الكلمة. وحتى تتعلق بها أكثر حاول أن تردد مع المؤذن. يقول سئل الرجل عن أبيه، يعني كان أبوه أحد العلماء وكتب الله له ما كتب، فسأله الناس يسألون الإبن وهو أعرف بأبيه ما كان حال أبيك؟ قال أبي كان يقول، هو الرجل قال كان أبي يحب أن يعظم الله. من أعظم الطلبات أن يرزقك الله أن تحب أن يعظم الله. إذا رأيت أي عبد، أي مسلم، أي إن كان حال غنى فقر بلاده وعرقه، دع هذا جانب، إذا كنت صادقا مع ربك إذا رأيت هذا العبد يعظم الله تجد في نفسك محبة له، إجلال له. فلو كان فقيرا أعطيته، ولو كان ذا جاه عظمته، لا لجاهه لكن لما رأيت فيه من تعظيم.